الحمد لله، الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وهو الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اليوم نقف وقفات مع وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلها لنا مع شاب من شباب الصحابة رضوان الله عليهم، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول فيها صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أول ما يستفاد من هذا الحديث إخواني هو إبطال لما يسود عند كثير من المجتمعات وفي كثير من الأوساط، أن الشباب لا يشغلون بالمواعظ ولا يشغلون بالتدين. وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يأخذ شبابا من صغار الصحابة، من شباب الصحابة، ينفرد به ويأخذ بمنكبه تنبيها له ويقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. شاب من أحب الشباب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقربهم إليه، حيث كان أحيانا يبيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخا لإحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، يقول له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. أحاله إلى حال شخصين نعلم كثيرا من حالهما. أولهما هذا الغريب الذي يعيش في وطن غير وطنه، وبين قوم لم يلفهم كثيرا، وليسوا غالب في الغالب من بني عمومته وبني قومه. ماذا يميز هذا الغريب إخواني الذي ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة أن نتشبه به؟ أول ما يميز الغريب إخواني أنه يكون في الغالب مشغول البال، مشغول الذهن بوطنه الأم، دائما يفكر فيه، في خلواته وجلواته، يفكر في وطنه، يتصور شوارعه، يتصور مباني، يتصور حال قريته أو مدينته، مشغولا بها دائما. ونحن عباد الله، إذا كان الوطن ينال بسكن الأبوين في مكان ما، أين سكن أبوانا عندما خلقهم الله سبحانه وتعالى آدم وحواء؟ أسكنهم الجنة. إذن وطننا الأول إخواني الذي يجب أن نتعلق به ويجب أن يشغل بالنا وأن نفكر فيه كثيرا وأن نتعلق به كثيرا، هو هذه الجنة التي لا يبيد نعيمها ولا يموت ساكنها، يكون
الذهن مشغول بها بالتفكير فيها، وكيف الوصول إليها، وكيف الرجوع إليها، وكيف ينال نعيمها. رحم الله ابن القيم الذي يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ فهل ترى نرد إلى تلك الأوطان ونسلم؟ أم لا قدر الله نغيب بمكر هذا الماكر الذي كان وراء خروجنا من تلك الجنان؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إخواني، ومما يميز حال الغريب أنه يكون حريصا على ما يحصل في غربته من دريهمات ومن حوائج غالية، يجعلها في مكان آمن، يحصنها تحصينا جيدا، يحرسها حراسة شديدة، لا يريد أن يذهب منها شيء سدى. هذا حال الغريب، ونحن أغلى ما نحصل في هذه الدنيا هذه الحسنات التي بها ينال الرجوع إلى ذلكم الوطن. لا نتركها تذهب سدى، ولا نتركها تتسرب هكذا، ونحرص على تحصيل النفيس منها، وننافس على نيل الدرجات العلى عند عودنا إلى ذلكم الوطن الغريب. هل رأيتم غريبا ينافس أهل دار غربته؟ هل رأيتم غريبا يلبس الثياب الفاخرة منافسة لأهل دار غربته؟ هل رأيتم غريبا يسعى في تحصيل المشاكل ويؤذي وينافس أهل دار غربته؟ لا أبدا. إن الغريب في الغالب مكافئ على ذاته، لا يريد أن يدخل على نفسه أذى في دار لا أحد سيخلصه من تلك المشاكل التي سيقع فيها. ونحن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من حال المفلس، المفلس الذي لا درهم له ولا متاع، الذي يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، بصيام وقيام وتلاوة وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. أشقى الأشقياء من يدخل النار بسيئات غيره، أعاذني الله وإياكم. هذا المسكين، هذا الغريب المسكين الذي عاش في هذه الدنيا وهو فعلا غريب، يؤذي هذا ويسفك دم هذا ويكون مال هذا ويأخذ من مال غيره ومن دماء غيره، يسعى في إفلاس نفسه في دار آخرته والعياذ بالله. إنه لم يأخذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصاه بأن تكون حاله كحال الغريب الذي لا يختلق المشاكل في دار غربته، ويحرص على تحصين ما حصل عليه من نفائس لينافس بها هناك. إن المنافسة هناك في دار الوطن، في وطنه، يريد إذا رجع إلى وطنه أن تكون داره أحسن من دار ابن عمه الذي يسكن بجانبه، ويريد أن يكون منزله هناك فاخرة، ويريد أن يكون مكانه هناك مرموقا. ينافس أهل دار وطنه، ووطننا يا إخواني المنافسة فيه شديدة. إنكم لتتراءون أصحاب الغرف
في الجنة كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. منافسة عظيمة، الدرجات متفاوتة، قوم يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدرجات عالية، كن منهم، نافس على تلك الدرجات. فلا زالت المسابقة مفتوحة ولا زال الميدان مفتوحا، فعليك أن تنافس. فهناك الوطن، وهناك دار الكرامة. نعم، وكثيرة هي العبر والعظات التي تستخلص من حال الغريب، مما يأخذ به أصحاب الحزم والعقل من الغرباء. وفي الخطبة الثانية نتناول حال عابر السبيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، عباد الله، الحديث حديث البخاري، حديث عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل هو المسافر، ومما نعرف من حال هذا المسافر أنه يتعلق ذهنه كذلك ويشغل باله كذلك بهدفه الذي هو سائر إليه، يتصور شوارع المدينة التي هو مسافر إليها، من أين سيدخلها، أين سيقيم فيها، كيف سيتم استقباله فيها، ما هي مدة الإقامة فيها. ونحن ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من مواصفات هذه الدار وهذه الكرامة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى نيلها، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذكر الله سبحانه وتعالى منها الكثير لنتعلق بها ولنتصور نعيمها وما أعده الله سبحانه وتعالى للمكرمين فيها من نعيم مقيم أبدي سرمدي لا نهاية له. فقال سبحانه وتعالى عنها: بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما
كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إخواني هذا النعيم هذه حال الدار التي تريدون الوصول إليها هذا نعيمها هذا ما أعده الله سبحانه وتعالى للمتنافسين في نيلها نعيم لا ينفد لا ينقطع أبدا أعده الله سبحانه وتعالى للذين عملوا من أجلها وقد سمعتم جزاء بما كانوا يعملون لا تنالوا بالبماني ولا تنالوا بالنوم والكسل إنما تنالوا بالجد والعمل جزاء بما كانوا يعملون. نعم كذلكم إخواني هذا المسافر وأختم بهذه لئلا أطيل عليكم مما يميز المسافر يا إخواني حرصه على سلوك الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى هدفه لا يميل عنه يمنة ولا يسرة يخاف أن تتخطفه الهوام وأن يضيع ولا يصل إلى هدفه. وقد وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن المسافر لا يلتفت إلى الطرق الملتفة التي لا تؤدي إلى هدفه بل يحذر منها كثيرا ويسأل كثيرا ويأخذ الزاد لهذه الطريق. نعم يسلك الطريق التي تؤدي إلى هدفه بأقصر فترة ممكنة. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق تؤدي إلى غير هدفنا خطأت يوم خطا مستقيما وخط بجنبتيه خطوطا ملتوية معوجة وحذر من هذه الطرق وقال بأن على كل منها شيطان يدعو إلى النار من أجابه إليها قذفه فيها والعياذ بالله. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها مكن لأوليائك منها يا أرحم الراحمين اللهم يا رب العالمين إنا نسألك
أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتطبق فيه حدودك وشريعتك كلها يا أرحم الراحمين على أرضك وبين عبادك. اللهم اغفر يا أرحم الراحمين الذنوب، واستر العيوب، وفرج الكروب، فإنك أنت الغفور الرحيم علام الغيوب. اللهم يا أرحم الراحمين أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ذرياتنا ونياتنا. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شبابها وشيوخها ونساءها وحكامها يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اهدي حكام أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام التي تمر فيها هذه الأمة بكثير من المناكر. اللهم اهدي قلوبهم، اللهم اهدي قلوبهم، اللهم اهدهم إلى مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى ما فيه الخير يا رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نهج نبيها صلى الله عليه وسلم، ومكن لأمة لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.